خلال شهر رمضان المبارك الام تي في بتقدم لكم الربح، التشويق، الدراما والمسلسلات واهم المقابلات مع المع نجوم العالم العربي. الساعه 7 الا ربع موعد مع الربح والتسليم. لما نطلع درجه تحدي مع محمد قيس بانت ادى. جوائز تكتر والحماس بيزيد. جوائز كتيره والمفاجات ما بتخلص. الساعة 9 الا ربع شو في بيني وبين جد؟ قد ما تكون الحياة حلوة، هفوة وحدة ممكن تدمر كل شيء. يعني بيني وبين ليلى صعب ينوصف بالكلام. خيانة، شغف وحب مستحيل. عم بخسر كل شيء. بلو في شيء بالكون بيسمح لك تخونيني. اما الساعة 10 الا ربع عشر أشخاص ما حدا بيعرف التاني، بضيافة شخص مجهول وعجزيرة مهجورة. ما معكم كتير وقت لتدافعوا عن حالكم. مين في هون؟ عشر عبيد صغار، إثارة، تشويق ومغامرات ما بتنتهي. 11 إلا ربع سهرتنا رح تكمل مثل الحلم. تخيل طير حلم. أهم الفنانين وألمع النجوم بيستضيف نيشان. ولا تحلم. شهر رمضان على الام تي في بينعاد علينا وعليكم.